يعني ايه الضمير الفقير؟ يعني جواك فقير، فقير بايه؟ بالافكار السلبيه، بالافكار الفقيره، بالتصرفات الفقيره. جواك انا فاشل، جواك انا ضعيف، جواك انا متخلف، جواك انا قصير، جواك انا مش مظبوط، جواك العيله، جواك مش عارف مين عمل لي ايه، جواك انا مش ممكن انجح، جواك النجاح للاخرين مش ليا، جوايا انا اقل من الناس يبقى النجاح لهم مش ليا، فجوايا مبسوط ده كله. فاللي حصل جوايا الضمير الفقير قال لك علشان تنجح لازم تعمل ريتشنس كونشسنس، لازم اللي جوه الجراج اللي بتجرش فيه عربيتك اللي هو ده بتجرش في مخك وجسمك قبل ما تنام وتنام، بتجرش في مكان جواه تسامح متكامل، جواه حب لله سبحانه وتعالى، جواه روعه داخليه. فلما تحصل حاجه من العالم الخارجي وتجي لك داخليا، اللي جوه غني فبيستقبلها بطريقه غنيه. فلازم الواحد الاول ينظف الداخلي عشان الخارجي يكون نظيف، مش الخارجي والداخلي لا. طب لما يجيلي تحديات من الحياه هستقبلها باللي جوايا،